تفاصيل إصابة الدكتور هاني الناظر بمرض خطير ومنشور مؤثر من ابنه. نشر الدكتور محمد الناظر ابن الدكتور هاني الناظر عبر حسابه الشخصي فيسبوك الحالة الصحية لوالده الدكتور هاني الناظر، وقال كان هاني الناظر بيعاني من صداع متزايد من حوالي أسبوع. دكاترة شخصوا إنه ممكن يكون فطر أو بكتيريا، وبعد عمل عملية وأخذ عينة من المكان تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرة، وحاليا بنعمل تحاليل وأشعة لمعرفة نوعها ومدى انتشارها لتحديد خطة العلاج الأنسب. هو صحيا تعبان جدا ورائد في السرير في المستشفى ومحتاج الدعاء بشدة. والدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية الشهير. ياريت كلنا ندعي له إن ربنا يشفيه بإذن الله ويشفيه من المرض اللي هو عنده بإذن الله ويبقى كويس.